السلام عليكم. هناك مقولة تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية، مفادها أنه يقول: أميت الباطل بالسكوت عنه، يعني عندما يكون السياق العام باطلا وغير مجد وهجوميا ويضرب في العقيدة وأساسها، يكون أفضل شيء نقوم به هو أن نتجاهل هذا السياق. لكن في ظل عالم اليوم وفي ظل أن أجيالنا الجديدة غير محصنة بما يكفي، لابد أحيانا من أن نرد على هذا الباطل وأن نفنده وأن نبين خطورته. فيلمنا اليوم ليس استثناء، فيلم موجه لغير الناطقين بالعربية أساسا، فيلم يروي أحداثا تاريخية كاذبة، فيلم يدق أساوين الاشتباكات والمشاكل بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم، وتحديدا من الروافض أو من الشيعة الروافض. ولأن واقع الحال يقول لنا أن سيطرة السوشيال ميديا تعني أن الأجيال الجديدة تتأثر بشكل كبير بالسردية الموجودة أو الترند أو صناعة الترند، على عكس جيلنا والأجيال التي سبقته، كانت الأمور التي تحرك الرأي العام تدفع إلى البحث والتساؤل والتنقيب. وهنا يكمن دورنا في أن نفكك الأمور وأن نصحح المفاهيم، كل من موقعه وبقدر جهده وبقدر إمكانياته. دعونا نتحدث عن فيلم The Lady of Heaven، أو فيلم الخبيث ياسر الخبيث. وبالعودة إلى موضوعنا، فيلم The Lady of Heaven هو من إنتاج الشيعي ذي الأصل الكويتي أو العراقي بحسب بعض المصادر، وهو محاولة للحديث عن ما يسميه الشيعة حادثة كسر الضلع، بالرغم من أن الحادثة كلها كاذبة ولم تحدث ولا توجد لها مصادر تاريخية غير رواية سليم، وهي رواية كاذبة حتى باعتراف الشيعة، لأن الرواية فيها انقطاع. ودون التعمق في البعد التاريخي للمسألة، القصة هي كالتالي، بالأخص لأجيالنا الجديدة التي لا تعرف الكذبة التي بنيت عليها هذه القصة. حادثة كسر الضلع هي حادثة يرددها الشيعة كثيرا، مفادها أن عمر والخليفة أبا بكر رضي الله عنهما هاجم عليا في بيته، وفتحت فاطمة الزهراء بنت رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام الباب، فدفعها عمر وكسر ضلعها وأسقطت حملها، وهي حادثة كاذبة لا أساس لها إطلاقا، لا سند ولا رواة، حتى الشخص الذي تنسب إليه هذه القصة لم يحضر الواقعة إطلاقا، هو من سبي العراق وحضر إلى المدينة بعد أن كان الخليفة أبا بكر قد تولى أمر المؤمنين بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الحادثة كاذبة بشهادة الشيعة قبل السنة، وأنا أكره هذه التقسيمات، أكره أن أضطر للخوض في الشيعة والسنة، عند الله تجتمع الخصوم، هذا مبدأ الذي أعيش عليه، لكن أحيانا من الضروري جدا أن نميز الخبيث عن الطيب، وهذه إحدى تلك المواقف. إذن الفيلم مبني على هذه الحادثة الكاذبة، لكن الفيلم أنتج باللغة الإنجليزية وعرض في أمريكا وبريطانيا بممثلين ومخرجين وكاست أمريكي، لكن الكتابة والإشراف طبعا لياسر الخبيث. لكن لماذا أنتج الفيلم بالإنجليزية؟ أنتج الفيلم بالإنجليزية ليستهدف غير الناطقين بالعربية، غير القادرين على البحث والتمحيص بشكل جيد، أنتج ليستهدف صغار العمر وصغار الفكر من المسلمين الجدد أو من المسلمين الذين ولدوا في الغرب ولا يعرفون ما جرى وما يجري، وإنما هم مهتمون بجوهر الإسلام كما ينبغي للجميع. الهدف من الفيلم هو جر هؤلاء إلى التشيع، وتحديدا التشيع الرافضي، هذا هدف الفيلم باختصار، ودون الاستهانة بهكذا هدف. أعرف أن الموضوع قد يبدو سخيفا وسطحيا للمسلمين الناطقين بالعربية والذين ولدوا في بلاد عربية مسلمة، لكن لا تستهن، هذا الخبيث ياسر الخبيث نجح في التفريق بين المرء وزوجه. تخيل أن تستيقظ ذات صباح ويخبرك ابنك بأنه بريء منك حتى تتبرأ من أبي بكر وعمر وتلعنهما، وأعوذ بالله من ذلك. وهناك أخبار متواترة من بريطانيا، من فرنسا، من بلجيكا، من أمريكا حتى، عن مسلمين فارقوا أهلهم بحجة أن أهلهم من أتباع الدين البكري كما يقول هذا الخبيث، يعني ببساطة يرفضون أهل السنة والجماعة ويريدون من أهلهم أن يتبرأوا من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم جميعا. ولو شاهدنا مقتطفات من الإعلان الترويجي الخاص بالفيلم ستلاحظون جودة التصوير وجودة الإخراج وجودة المؤثرات البصرية عامة، وهذا خطير جدا، لأن صغار العقل وصغار الفكر من أجيالنا الجديدة مهتمون كثيرا بالشكل على حساب المضمون، وهذا أقلقني جدا، وهو أحد الأسباب التي دفعتني للحديث عن هذه المسألة، مع إدراكي أن any publicity is good publicity، أي أن حديثنا عن الفيلم حتى وإن كان بشكل سلبي سيدفع البعض للرغبة في مشاهدته.
لكن كفيناكم نحن هذا ونخبركم بأن الفيلم ليس دسا للسم في العسل، هو سم يقدم على شكل عسل. لذلك أطلب منكم تجاهلوا الفيلم، لا تشاهدوه. يكفي أن بعض المسلمين في الغرب قاموا بمظاهرات عند أبواب السينما للمطالبة من منع الفيلم ولإبداء رأيهم حول الفيلم ولإبلاغ الرأي العام أننا موجودون ونرفض هذا، تحديدا في بريطانيا. لكن أطلب منكم أنتم أن تتجاهلوا الفيلم، لكن افضحوه، تحدثوا عن روايته الكاذبة، تحدثوا عن أجندات منفذيه، تحدثوا عن التشيع الرافضي الذي يهاجم الدين ويحاول أن ينسف أصوله. لكن المريح في المسألة أن ما شاد هذا الدين أحد إلا غلبه، أي النتيجة محسومة سلبا، لكن هذا بالطبع لا يعفينا من المسؤولية. دوري ودورك ودورك هو أن نقوم بجهدنا وأن نبين للأجيال الجديدة محدودة العلم الشرعي تفاصيل هذه الأمور. وربما هذا ما يفسر إنتاج الفيلم باللغة الإنجليزية، عجزهم عن إحداث اختراق حقيقي في الناطقين بالعربية دفعهم إلى إنتاج الفيلم باللغة الإنجليزية لكي يكون ذا طابع عالمي ولكي يستهدفوا غير الناطقين بالعربية كما قلت. وفي الختام، من الضروري جدا أن ندافع عن عقيدتنا، ولا تدعوا أحدا يقول لكم أنتم تؤمنون بنظرية المؤامرة، لا يوجد من يستهدفكم. في الحقيقة من سنن الله في هذا الكون تدافع، والتدافع تتخلله المؤامرات والدسائس، هم يتآمرون علينا ونحن بدورنا يجب أن تكون لنا ردة فعل. على الأقل إن لم يكن قادتنا على مستوى اللحظة التاريخية، يكون شبابنا ومؤثرون على مستوى هذه اللحظة بأن يكشفوا ويفضحوا زيف هذه الأباطيل وهذه الادعاءات. إلى أن نراكم في فيديو جديد، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ونشر الفيديو بين أصدقائكم، وشكرا. سلام.